الماجستير بتاعي كانت عن restoration of endodontically treated teeth done by different type of restorations. كان عندنا inlays, onlays and fiber post retained crowns. عملنا فيهم tests اسمه cyclic fatigue test followed by fracture resistance test. إنسان رائع قد ايه واثق من المعلومه قد ايه هادم الموضوع كويس جدا جدا بحيث ان هو نقدر نقول ان this is our product. مستوى English presentation الحقيقه يعني حاجه نفخر بيها يعني. عشان يعمل ماستر احنا لفينا على كل الجامعات في القاهره واخترنا الجامعه دي اللي هي كان البروجرام بتاعها لقيناه ان هو قوي وفي دايركت سوبرفيجن من الاساتذه وفعلا فرق في مستوى كتير. كل ده كان في الفاسيلتي بتاعت الجامعه هنا في الام اس اي، في اللابس بتاعت الام اس اي، في العياده بتاعت الام اس اي، حتى العينات جامعه الام اس اي. بعد ان استمعت اللجنه لشرح الطالب علنيا لموضوع الرساله وتمت مناقشته فيها وقررت اللجنه بالاجماع قبول الرساله.